عندنا حفلة. انت عزفت يا بتاع البيانون، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. احنا اخدنا حلقة قبل كده عن في بروفا، كان في بروفا لحفلة ما يعني، والنهاردة هناخدكم في رحلة بسيطة جدا في حفلة كانت معمولة لغرض خيري. الفرقة دي اتمرنت مع بعض حوالي شهر او شهرين بس عشان الغرض بتاع الحفلة ديت. فاحنا هناخد الناس دلوقتي ونتفرج على الاعداد للحفلة، لانك انت الحفلة مش بتوصل عليها على طول كعازف وتبدأ تعزف او تبدأ تأدي. اللي بيحصل انك انت لازم تروح الاول عشان حاجة اسمها الساوند تشيك، او انك انت تختبر الصوت اللي هيطلع. لازم كل الفرقة تعمل اختبار للصوت اللي هيطلع الكامل لكل الفرقة وكل اللي هيعملوه. فالعازفين بيقوموا بموضوع الساوند تشيك دوت او اختبار الصوت ده قبل الحفلة علشان يوصلوا للصوت الكامل اللي هم يرغبوا فيه ويرضوه. خلي بالك كمان بعد ما الناس هتقعد في الحفلة بيبقى في كمان صوت الرغي بتاعهم، الناس عماله ترغي، المزيكا بتشتغل والناس بتعشى، فهتلاقي بقى في رغي كتير. كمان الهدوم اللي هم لابسينها هتغير من امتصاص الصوت، فهتلاقي في صوت بيمتص وفريكوانسيز هتمتص بالملابس بتاعتهم ديت. فلازم مهندس الصوت يبقى عنده طريقه ان هو قاعد على طول على الميكسر عشان يشوف ايه اللي ناقص ويزوده شويه، ايه التراك اللي نزل منه يعليه شويه، التوتال كله لو كان نزل منه التوتال كله يعرف الماستر بتاعه هيتماستر عليه. بس طبعا لو مهندس الصوت ده عمل اكتر من حفله وبدراسه ابعاد القاعه يعني وعارف العدد اللي هيجي وبتاع، بيبقى عنده سنس كده ان هو هيحط دي هتبقى كده وهتطلع كده يعني. فبيبقى ايه الموضوع مش صعب ان هو يظبطه في الاول، وهيطلع تقريبا مقارب للنتيجه المطلوبه في نهايه الامر يعني. فهاخدكم معايا دلوقتي نشوف الاستعدادات للبدايه ونشوف بعض اجزاء من الحفله وكده. بيبدا الاعداد بان مهندس الصوت بيعدي على الاجهزه اللي محطوطه على المسرح، سواء مونيتورات زي ما احنا شايفين، سواء سماعات، ميكروفونات، بيبقى عنده لسته بكل الاجهزه وكل العازفين اللي هيقفوا وكل المؤدين، بيبقى عارف كل واحد مكانه فين على المسرح عشان هيحط المايك المناسب ليه. الدرامز طبعا دي مايك مختلف يعني، بيتحط له مايكات فوق الدرامز الاساسيه زي التومز مثلا وزي السنير، وبيتحط مايكات عاليه بخصوص النحاس اللي احنا شايفينه. المونيتورات دي مهمه جدا يا جماعه اللي بتبقى في الاول ديت، لان المؤدي نفسه او العازف او المطرب لازم يسمع نفسه ويسمع الباقيين بتوازن واضح عشان يعرف يؤدي الاداء في الوقت المناسب. فلازم المونيتورات ديت، عشان السماعات بتاعت بره دي مخصصه للناس، فعلى ما يرتد الصوت للعازف بياخد اجزاء من الثانيه، فلازم المونيتورات ديت عشان يعرف بالظبط الناس سامعه ايه ويشتغل بالظبط على نفس التوقيت يعني. طبعا اللي على الشمال هناك دوت دي امبليفايرات مخصصه عشان تقوي السماعات، السماعات اللي محطوطه دي كلها ما فيهاش باور، فبيبقى الامبليفاير زي اللي موجوده دي. بيبتدي الساوند تشيك باننا بنجرب اله اله يعني. الدرامز يبدا مع الاول مثلا طبله طبله منهم على مايك مايك، وبعدين الدرامز كله على بعضه، وبعدين البيز بعده آلة لوحدها، وبعدين يجمع الدرامز مع البيز لوحدهم، وبعدين يحط اله اله، جيتار جيتار، مايك مايك بتاع مطرب. ابتدى يتحرك هو المهندس الصوت بالمايك ويجرب مايك اللي هيغني فيه حد، فلازم يسمع دوت الميكسر اللي هو بيستعمله. على فكره الميكسرات الديجيتال بتاعت اليومين دول ممكن تعملها كنترول بالايباد، فبياخد الايباد مع ممكن معاه على المسرح وهو طالع عشان يسمع الالات ويعلي ويوطي بالنسبه يحس العازف هيعزف بايه على المسرح. بالاضافه طبعا الميكسر زي ما احنا شايفين كل التاثيرات الصوتيه اللي موجوده عندنا في الاستوديوهات وموجوده عندنا في البيت على السوفت وير موجوده عنده اوريدي على الميكسر. فالميكسر ده بيبقى هو أداة الهندسة الصوتية المثلى في الوقت دوت، وبيبقى فعلا أكبر عون للمهندس الصوت الميكسرات الحديثة اللي هي الديجيتال يعني. طبعا الباند هيشتغل بكامل طاقته، فبتحط كل حاجة انت هتستعملها، كل نوع جيتار هتستعمله وتجرب قبل ما نشتغل، وتجرب المجموع بقى ككل بعد ما جربت كل آلة وكل مايك لوحده، يتجرب كل شيء مع بعضه.
فبعد ما تجرب كل شيء مع بعضه، حتى كمان الاستندات اللي محطوط عليها النوت، لازم تحط الاستند في المكان اللي انت هتقف فيه بالظبط عشان المنظر العام انت هتشوفه ولا مش هتشوفه، يجربوا الاضاءه مع الساوند. فانت بتجرب الاضاءه برضو، شوف هتشوف الورق اللي انت هتشتغل منه ولا لا، ولازم يعني كل واحد يبقى في المكان المناسب بالظبط، وتحط كل الجيتارات اللي انت هتستعملها جيتار جيتار، حتى الجيتارات الاحتياطي لو انت بتجيب جيتار احتياطي معاك في الحفله بتحط الجيتار ده، وكل الافكتس اللي انت مشغلها لازم تشتغل ويتعمل سيكشن كامل ان كل الفرقه تشتغل مع بعضها، بحيث ان ايه يتجرب بالظبط الصوت هيطلع زي ما مطلوب بالظبط. طبعا مهندس الصوت بيختار اماكن وضع السماعات، وهنبدا بقى الحفله. طبعا الصوت مش هيبقى حلو قوي لان انا بسجل من ورا الناس، يعني انا بسجل الصوت اللي هيسمعه مهندس الصوت من الاخر خالص، مش الصوت اللي سامعينه الناس. We belong to you and me. We belong to you.
عبد نحكي لي انا قلت شنو قلت شنو عبد واشوفكم الحلقة الجاية.